السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. اتكلمنا عن الذكر وعرفنا أهميته وفضله واتفقنا خلاص إن إن شاء الله من هنا ورايح هيكون لينا حال مع الذكر، لكن قبل ما العجلة تدور وعداد الحسنات بإذن الله يدور لازم نعرف إن في آداب للذكر هنعرفها مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب. ربنا يسترك يا شيخ احمد يا ويسترنا احنا ولادنا جميعا يا رب، ويفتح لنا الابواب يا رب. طيب شيخ احمد، احنا اتكلمنا طبعا عن الذكر، والذكر هو حاجه جميله جدا، وقلنا ان اللي بيذكر ربنا واللي مش بيذكر ده كان الفرق بين الحي والميت، وان احنا اللي محتاجين فعلا في حياتنا الذكر، لان هو فعلا هو بيغذي روحنا، وهو بيحسسنا بالرضا وبالهدوء وبالسكينه وبالاطمئنان وبالسعاده، وهو يعني سبحان الله يعني بيحل حاجات كتير. الواحد لما بيكون عنده ابتلاء او مشكله او ازمه وبيذكر ربنا فبيجي الفرج باذن الله. لكن عايزينك النهارده نتكلم عن اداب الذكر. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. لما نيجي نقرأ في سورة الأعراف، واذكر ربك في نفسك تضرعا، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآية دي اشتملت على آداب الذكر، ولذلك الكلام ده في الإمام القاسمي عليه رحمة الله له كتاب يعني ماتع في كتاب في التفسير اسمه محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله. فأول حاجة فبيقول من آداب الذكر أن تذكر ربك تبارك وتعالى خيفة في نفسك. وده ليه في نفسي؟ لأن كلما يكون الذكر في نفس الإنسان كلما يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الإيه؟ من الرياء. يعني أنا ما أبقى قاعد كده سبحان الله الحمد انت كده انت عمال تجهر خلاص، فيقول لك طب ما تهدى كده وبالراحه وخليها في نفسك، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. يبقى ده من الاداب اللي هو عشان تبقى قريب الاخلاص، الشيطان ما يضحكش عليك ويوسوس لك. يبقى ده الادب. واذكر ربك فين؟ في نفسك تضرعا. يعني ايه تضرعا؟ يعني وانت بتذكر بتذكر مين؟ بذكر الله. الله. طيب هل انت عارف ان الله هو المعز وان الله هو المذل وان الله هو الكبير المتعال؟ انت مستشعر ان لك ربا قويا سبحانه تبارك وتعالى؟ انت مستشعر ان الله هو الغني وانت العبد الذليل الفقير الى الله عز وجل؟ لا خلاص، وانت بتذكر ربنا يبقى بتذكر ربك تبارك وتعالى تضرعا تذللا وتخوفا منه سبحانه ان يمسك العذاب. يبقى ده مهم جدا. ده جاي مني من القرآن، واذكر ربك في نفسك. ده الأدب الأول. الأدب الثاني قال تضرعا، اللي انت تبقى انت متذلل ومستشعر معنى عظمة الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن الأمر كله بيده سبحانه، وان انت بتبعد عن مواطن الغفلة وتقترب من الله سبحانه، واللي انت بتحاول ان تلهج بذكر الله تبارك وتعالى حتى تكون قريبا من ربك وحتى يكون ربك قريبا منك وهكذا. فالإنسان لما يبدأ يعمل كده ده من الأداب. يبقى أنت مستشعر، مش واحد قاعد عمال يقول سبحان الله الحمد لله، هو مش مستشعر أي حاجة خالص. ولما تيجي تقول له أنت بتقول إيه يقول لك هو خلاص جرى الذكر على اللسان دون استشعار لألفاظ الإيه؟ ألفاظ الذكر أو المعاني. فده الأدب الثاني. يبقى الأدب الأولاني واذكر ربك في نفسك، الأدب الثاني تضرعا وخيفة. إيه الخيفة؟ اللي هو الخوف من المؤاخذة، اللي أنت بتذكر رب خايف اللي أنت تضيع اللحظة دي فتكون في غفلة، فربك يؤاخذك على هذه الايه؟ على هذه الغفله دي. شوفي، عارفه حديث الترمذي لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه حتى يسال، في روايتين عن اربعه وعن خمسه هو نفس الحديث. يعني من ضمن الحاجات اللي هو ايه؟ اللي هو وعن عمره فيما افنى. وديت عمرك ده فين؟ اللحظات دي كلها وديتها فين؟ ضيعت عمرك في ايه؟ ضيعت عمرك فين؟ وسبحان الله كان الصالحون رضي الله عنهم إذا قرأوا قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بيقعدوا يبكوا ويعيطوا كده، يقول يا رب تسأل الناس، يعني أمر صعب. أو ليسأل الصادقين عن صدقهم، تخيلي بقى دي. فكان أحد الصالحين يقول إذا قرأ هذه الآية كما في الأحزاب يبكي ويقول يا رب تسأل الصادقين عن صدقهم
صدقوا وتسألهم لماذا صدقوا وفيما صدقوا. طب واحنا أهل الكذب هتعمل معنا إيه؟ فكان هنروح فين يوم القيامة؟ فكان يبكي رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك شوف القرآن، وكان سيدنا الإمام القاسم هو يذكر الكلام ده، فبيقول اللي من صفة المؤمنين المسارعين في الخيرات السابقين لأرفع درجات إن هم يذكرون الله تبارك وتعالى في كل وقت وكل حين، ما بيضيعوش وقت. الأوقات اللي فيها غفلة ما عندهمش أوقات غفلة. ولذلك القرآن يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السيدة عائشة بتقول له الناس اللي خايفة دي يا رسول الله، اللي هم بيزنوا وبيسرقوا وخايفين إن ربنا يعذبهم يعني؟ فقال لها لا مش دول. هم مين دول اللي هم خايفين أو متقطعين أو دول مين؟ ده اللي أصحاب الصلاة والصيام والزكاة وبتاع، وخايفين ألا يقبل منهم. شوف الصحابة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه؟ وهم لها سابقون. المعنى اللي بعد كده أو الأدب اللي بعد كده إن يكون الذكر ده دون الجهر. إحنا عارفين اللي هو صفة الجهر عاملة إزاي؟ الإنسان زي يعلي صوته ويذكر ربه تبارك وتعالى، لا يكون دون الجهر. طب هو دون الجهر ليه؟ الإنسان لما إحنا قاعدين بنتكلم كده، تخيل لو أنا عليت صوتي قوي ده يؤدي إلى إيه؟ إلى إن أنت هتنفر مني، وإلا أنا مش هبقى أحيانا واعي اللي أنا بقوله. طب لما أقلل صوتي ده أدعى إلى حسن التفكر، صح؟ فأنا عمال أقول سبحان الله والحمد لله، شوفي دون الجهر من الإيه؟ من القول. فأنت تكون صوتك واطي كده وأنت عمال تذكر ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا العلماء يقول لك ما تجهرش قوي كده بالإيه؟ بالصوت، لأن كلما كان الصوت منخفضا كلما كان أدعى إلى حسن الإيه؟ إلى حسن التفكر، وأنت تتفكر في ملكوت الله تبارك وتعالى. اللي بعد كده ناس يقول لك أنا بذكر ربنا في قلبي بس. فقال لك طب ما تحط اللسان مع القلب، يبقى أن يكون باللسان بجانب الإيه؟ بجانب القلب، بجانب القلب. لأن ربنا قال إيه؟ ودون الجهر من القول، والقول يكون بالإيه يا أستاذة؟ باللسان. يكون باللسان. فيبقى أنت مستشعر في القلب وتذكر ربك تبارك وتعالى. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي كثيرة، طب ما تقول لي حاجة كده أتشبث بها يا رسول الله. فقال له إيه؟ لا يزال لسانك رطبا إيه؟ بذكر الله تبارك وتعالى. من الأدب اللي بعد كده، وده أختم بالمسألة دي، اللي هو أن يكون بالغدو والأصال، يعني بكرة وعشية أنت ما على طول. وزيك إحنا عندنا سبحان الله الأذكار الموظفة بقى. أنا عندي أذكار الصباح، وعندي أذكار الإيه؟ وعندي أذكار المساء، وعندي اللي أنت تقول شوف سبحان الله، اللي أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قلتها يعني 10 مرات سبحان الله لن يمسك إيه؟ لن يمسك ضر. لو قلتها 100 مرة شوف بقى كأنما أعتقت كم رقم من رقاب ولد إسماعيل. وكذلك الأمر لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. معانا صفا، صفا صديقة البرنامج، أهلا يا صفا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، إزيك؟ الله يسلمك من كل سوء. بقول لحضرتك أسألك سؤال وأدعي. تفضلي يا صف. أنا بسأل على ما هي عوامل الثبات على الطاعة، وهل الحقد والغل في القلب يمنع من الاستمرار في الطاعة؟ من عدم الاستمرار في الطاعة؟ حاضر حاضر ماشي حبيبة قلبي. صفا قفلتي؟ ماشي. نعم. انت لسه ماشي معنا؟ حاضر هجاوبك. حاضر يا انا عاوزه ادعي لنا. طيب ادعي لنا يا صفات. اللهم اصلح لكم كل حال، امين، وبلغكم المراد، امين، واحفظكم من النار، واجعلكم من الابرار، وعافيكم من الشر، واملا حياتكم بحب الخير للغير، واهديكم للعفو والغفران، وأسأله سبحانه أن يرزقكم فرحة تشمل حياتكم طول العمر، ويسعدكم بالجنة في ظل العرش، وينعم عليكم بالسعة في الرزق، ويوفقكم لعمل الخير. وأسأل المولى الكريم أن يحفظكم من كل داء، ويفرج عنكم جميع الأحزان، وييسر لكم كل عسر، ويوعدكم بالروضة والبيت، ويرحمكم من كل وزر، ويمن عليكم بالحسنات في الليل والنهار، ويملأ أوقاتكم بالطاعة في جميع اللحظات في الشدة والرخاء. آمين. شكرا يا حبيبتي. اللهم آمين. وربنا يتقبل يا حبيبة قلبي.
وسائل الثبات على طاعة الله عز وجل لا شك أنها بقراءة القرآن الكريم، بتدبر قصص الصالحين، بالدعاء، بمصاحبة الصالحين. دي وسائل الثبات على دين الله. هل الهموم والكروب تمنع من الثبات على دين الله؟ لا طبعا، ده هي أدعى لأن يثبت الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى. كعب بن مالك لما حصل بيه من الهم والكرب ما حصل وقعد 50 ليلة، جاله حد من العدو، من رسول من عند الأعداء، من عند الروم يعني، عشان يخليه يلحق بالروم ويترك النبي والصحابة الكرام رضي الله عنه. فكان ذلك أدعى لأن يثبت على دين الله تبارك وتعالى وعلى طاعة الله حتى فرج الله عنه وتاب الله تبارك وتعالى عليه. بمناسبة المكالمات، كان في مروة صديقة البرنامج برضه كانت كلمتنا من كام يوم، وكان خلاص وقت الفقرة خلص، وكان سؤالها على القرآن وهي بتصلي، بتبقى ماسكة المصحف، هل ينفع في صلاة الفرد أنا فاكر والسنة السؤال. ولا فاكر السؤال، الأصل في قراءة الإنسان هو بيصلي لابد أن يقرأ القرآن، هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ رأي الجمهور أنه يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. هذا مذهب الشافعية وهذا مذهب الحنابلة. المالكية بس عندهم قالوا والله في المكتوبة بس مكروه، بس مش حرام، يعني الصلاة صحيحة. ده كله ما لم يكن هناك عمل كثير، يعني عمل تقليب للأوراق كتير جدا خلاص كده. الحنفية قالوا في الفرض لا، الحنفية قالوا في الفرض لا. ليه حناف بتقولوا الكلام ده؟ قالوا عشان في تقليب للأوراق. طب انتوا الجمهور استدلتوا بالكلام ده منين؟ قال لك ذكوان كان غلام عائشة رضي الله عنها وكان يأمها من المصحف، والزهري رضي الله عنه ابن شهاب بن الزهري المتوفى سنة 124 هجرية بيقول كان خيارنا بيقرؤون من المصحف في الصلاة، بيقرؤون في الفرض وفي السنة، في الفرض وفي السنة. لكن احنا بنقول الأولى إذا كان الإنسان حافظا أن يقرأ من حفظه غيبا، لكن لو إن إنسان حافظ وقرأ في حتى في الفرض، لأن في ناس كتيرة بتمنع يقول لك حرام ما ينفع. جبتوا الكلام ده منين؟ نقل ذلك الكلام على الجواز سواء في الفرض أو النافلة، اقرأوا كلام النووي رحمه الله في المجموع، اقرأوا كلام الإمام المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، بس اللي قالوا صحيح مع الكراء ده المالكية بس، لكن الأحناف قالوا بطلة. فإحنا لك الحق اللي انت تاخد. عايزة بقى بما أننا اتكلمنا في المصحف وفي القرآن، عشان طبعا شهر رمضان جاي وهنبدأ طبعا نختم كلنا القرآن، ففي فترة بتبقى فترة الحيضه عند المرأة، تعمل فيها إيه وهي عايزة تختم القرآن؟ إيه تقدر تمسك المصحف ما تمسكهوش؟ تمسك هو الموبايل؟ المرأة في أثناء الحيض إن هي بس هي ممنوعة من مس المصحف، هي ممنوعة بس من مس المصحف، لكن مش ممنوعة من القراءة، وهذا مذهب المالكية ورجحه ابن تيمية عليه رحمة الله خلاص كده. اللي هو قضية البس، احنا نمنع بس منين؟ من المس. طب واحدة بتقول والله انا الموبايل ده انا فاتح المصحف ينفع؟ لان ده مش مصحف خلاص. طب واحدة بتقول والله انا بقرأ القرآن بس في تفسير. هنا العلماء اختلفوا، قال لك لو كان المصحف ده دخله تفسير يبقى هو مصحف، قال لك لا. في رأي بعض أهل العلم قال المصحف ما كان خالصا، ما يدخلوش أي كلمة، ما يدخلوش أي معنى من المعاني، يعني إذن المصحف اللي هو فيه كلمات ده مش مصحف ينفع أمسكه يعني؟ قال لك ينفع. إيه ينفع تمسكه. وبعض العلماء قال شوف لو كان القرآن هو الأكثر لا ما تمسكوش ما تلمسوش، ولو كان التفسير أكثر يجوز اللي انت إيه تمسكه. على أي حال أنا لو خدت بالرأي اللي هو بيقول إن أنا أمسك المصحف ده اللي فيه تفسير وهي المرأة حائض، ده ما عنديش أدنى مشكلة فيه على الإطلاق. وساعات لكن المصحف قراءة القرآن ده بسؤال، قراءة القرآن للمرأة الحائض وهي حائض ما فيش مشكلة. وساعات المصحف بيبقى ليه حائل كده أو كفر يعني. ما هو أنا لو عاوز أمسك خاصة لمين بقى؟ لطلبة العلم. يعني المرأة بتحفظ القرآن وهي لو قعدت الست أيام ولا سبعة أيام ده ممكن تنسى الورد، أو داخلة جامعة أو بتمتحن، كل ده استثناء ما عندناش مشكلة فيه. تمام، ولسه بقى رمضان جاي والأسئلة دي هتزيد ويا ربنا يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا يا رب. رمضان يا رب. ربنا يكرمك. شكرا لك يا شيخ أحمد في نهاية فقرتنا، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.